حلوين يعني بعتقدوا فيها كانت القهوة عندهم كتير مهمة بيستعملوا واحدة من أهم المكانات بالبلد بالعالم ساندويشات كتير حلوين خبزتهم كتير لذيذة آه ما عم بشبع صور رح كفي صور وبرجع بلش ما كنت منتظر يكون هالقد مهم خاصة ساعت فت لورا وشفت شو مكنة القهوة اللي بيستعملها والجراني اللي بيشتغل ما كنت منتظر شوف خبز هالقد سبيسيال ساندويتشز هالقد معبيين وكتير طيبين فهلا رح كفي فتش على الأوبن تور باص اتفقنا توصلوا على مدينة أول شغلة بتعملوها أوبن تور باص بيخدكم كل المحلات أرخص من تاكسي بيفرجيكم الأشياء المهمة تنزلوا محل ما بدكم تضربكم الشمس تعملوا برونزاج وبترجعوا الأوتيل فول باكج اكتشاف المدينة بأداء تفاصيلها طريق مثل عنا بطرابلس اخذت واحدة عجبني حقها تقريبا نص يورو يعني اقل من دولار كتير طيبة وكتير طرية واحدة تانية مع سمسم اخذ يا جوا شوكولا نايس نقمة سريعة على ستريت فود بتشوفون مع اللوجو الاصفر All around.
كتير الشمس قوية، كتير شوب، كتير الطرقات ضيقة، كتير في شجر، وبعتقد بساعة ونص برمت كفاية. فبرمي سريعة، لا بنصحكم تعملوها، مش عم بقول لا، بس ساعة ونص بقدي. إذا حدا بده يوقف على الطريق بيقدر. كتير مهمة، كتير طيبة، بس كتير خبز. أنا بس أعرف الخبزات فيها 2 لايرز خبز، اللحمة عظيمة، يعني حتى لو لحمة مفرومة حمص من برا كتير حبيتها. نايس. طلبت واحدة بس تدوق غير نوع على الطريق، حبيتها كتير. غير الشاورما اللي عنا، أول شيء خبز أكتر بكتير وأسمك بكتير، شقفتين، بعدين في لحم، بعدين في بندورة، بعدين في صوص. بس لو الصوص محطوطه تحت بين الخبزه وبين اللحمه كانت عطتها جوسينس اكثر بكثير. كثير حبيتها، يرجع بعيد. بس لو يعني نحن كلبنانيه يمكن كنا حطينا الصوص تحت اكثر، كنا لفيناها لف تكل كاتشي يكون فيها كل المكونات، مش كاتشي خبز، كاتشي لحمه، كاتشي تاتسيكي صوص. كوكونات الاصبع ب 1 يورو. مثل الباونتي بس طعمه تقليديه. اذا بتحبوا كوكونات عظيمه، 1 يورو بس. بعتقد وصلت على المحل مزبوط. 4 سيخ شاورما، لا قصدي جيروس. فراح دوقهم. رجعت وصلت على زيت المحل كنت فيه امبارح، محل ما فيه زوكيرينو تبع البوصه، في 3-4 محلات عم بعملهم، بيناتهم الكعكه، بيناتهم فلافل، واكيد بيناتهم جيبس. هيك كبار اسمح لكم، تمه كتير كبير. روعة. Good choice. شكله حلو والمحل لذيذ. صورة كتير محمس دوق التوميتو جام، تشيز، بيكن، اللحم كتير لذيذة، كتير طرية من جوا، فيري جوسي ومنها ملبدة على بعضها.
Very good. هيدا شغلة معلمين الروعة. قديش اللحمة طرية، قديش سويت لأنه فيها باربيكيو صوص. الكولسلو معها It's so good. ما بعرف عم تسائب، ما بعرف إذا القدر أو حظ، بس لهلا بعد ما أكل شيء مش طيب. كل محل عم فوت عليه جوجل مابس 4.5 4.8، كل محل عم فوت عليه عم بحط له 5 على 5. كتير مبسوط بالإشي اللي عم بكلون. بارح 6 محلات، اليوم رح يصير رح نسبق يمكن بارح. And ongoing Athens street food بتعقد، ومثل ما رح تشوفوا ما رح فوت على ولا مطعم، بس رح اتمشى رح اتسلى ورح الاقي شيء على الطريق. محل اسمه فلافلس. من اول نهار امبارح قلت لعبالي اقطع تشوف اذا الفلافل تبعهم مثل الفلافل تبعنا. فخلينا نبلش قبل ما ادوق، خلينا اخبركم انه خبز عربي، خلينا نسميه خبز لبناني، بس منه مفتوح على بعضهم، فمنتظر انه راح يكون شوي بتعلق. في ميت بولز وفي الفلافل. مثل ما قلنا ما حسيته من امبارح ودائما بتكل على احساسي، فقديش تاكل اشياء طيبه هيدا ما كتير قطع. خبز ملزق على بعضه كتير بيعلق، اللحمه من جوا سوبر مسقعه، الصوص سخن شوي، وهي خلينا ندوق الفلافل. تعلق مقرقدة على الطرف، خبز كتير سميك، ما عم بخفف فيهم، واكيد كتير ماشي حالهم كل الناس عندهم، بس من بعد فلافل اللبنانية ما في. فلافل اس ان اتنز من اول نهار حسيت انه اتس نوت ورث ات. اوكي معي حق. بعد نهار طويل بالشمسات اكلت كتير اشياء، رجعت شوي على الاوتيل، ارتحت شوي، رجعت ظهرت، صار بدها بوظه، وكتير في محلات بوظه بالمنطقه. فوصلت على محل اسمه وراي، بحق لكم بطعم وحده بكلكم، فطلبت اثنين. طعمة شوكولا، بعدين بتجي طعمة الفواكه، بعدين كتير كتير مهمة. ميلك شوكلت مع اورنج. Very good. كون صار فيني اكل بوظه اكثر، ادبك ايدي وما اسال. خلينا نعمل ايفالويشن صغيره عن شو اكتشفت اخر يومين. اول شغله انه البوظه عنده كثير طيبه، بعتقد كثير عنده انسبريشن من عند التليان. ما في محل بوظه في التعليم ما انبسطت فيه. الاكل اجمالا كتير منيح، الستريت فود كتير طيب، الخبز مظبوط، اللحمه مظبوطه. الشغله الوحيده اللي ضايقتني وما حبيتها هي الفلافل. جد العالم شو صغير، في كثير لبنانيه بقى ثاني. يس. وايمتى جيتي؟ جيت اون وينزداي، وهلا جيت بقى ثاني 3 دايز، راحة كيوس، رجع راحة على تسالونيكي.
بعرف كيف صرت هون بس كتير مبسوط. محل بيسطل بيعقد. السقف كتير كتير عالي مبين من هون كأنه ثلاثة طوابق. خضار وين ما كان. بتفوتوا لجوا في عندكم قاعدة برا الخضار جي. حليوة على الفيدرين. بتفوتوا لجوا بعدين عندكم كولد كاتس جبنة ثلاث أربع برادات. سقف كمان كتير عالي. خضار موسيقى بتعقد. أدوية مش معقول. صار لي نص ساعة. صور فوتو فيديو برجع بتذكر برجع بقول لا بكاميرا برجع بقول بالتليفون. امبرسيف. فحتى لو ماني كتير جوعان وبعد ما صار وقت العشاء بس ما قدرت طلب الطاولة وشكله لدرجة مفول انه غنج علي. بعد في طاولة واحدة مسيوم مع انه كله فاضي هون وتحت بس anyway. أول مرة بسافر أستعمل كلمة كويت لأنه كويت محل بسطل ديكور عظيم سيرفيس روعة الأكل كويت كويت وهذا محل كويت إذا جيتوا لهون على أثينا ما تقفوا أبدا أبدا أبدا. أنا بقدر وقف فت لهم بالغلط هذا هو المحل من برا. هون من سنة وبتذكر انه قالوا لي انه اهم محل بوزة. اصحابنا جيبونا جينا بالتاكسي وجعنا عزيت المحل. والاهم الجارنتي. الحلو انه كل شغلة بقول لكم من وين جاية. lemons from Argos, hazelnut from Piemonte, figs raisin from Corinth, etc. والبوزة كتير مهمة. زيرو كونسيرفاتور, زيرو emulsifiers, كتير عم يدوب بسرعة. very creamy. مش عم لحق. very creamy, السكر كتير خفيف. مش عم لحق سوري. فطلبت ثلاث انواع شوكولات, طلبت يوغورت, طلبت ماسكاربوني, طلبت اورنجز. اتس سو جود. خرجت جلغوم وبنصحكم في اسم المحل لوغريش ضروري تزوروه. اون توب اوف ذا ليست اهم محل بوزا بأثينا. اتس وورث ات. It's worth it. من أنا عم ضحك علي مثل كأني شي alien. بس top. Top top شوكولا. Top of the line. كتير بحب هيدا البيرة. واحدة من البيرة الوحيدة بالعالم اللي لونها أسود أسود. بتعقد. وإذا رحتوا شي مرة على أيرلند أهم محل لازم تزوروه المتحف تبع جينيس. دونك من بعد نهار كتير طويل قاعدة خفيفة هون عنا ميتوس اللوكل درافت. Very nice, nicely bitter. تمشي بالمنطقة القديمة بيرة وهلا بشوف إذا بعد فينا أكل شيء إذا لا بشوفكم بكرة.